الحقيقه راهي بعد الام والبو خايبه على الاخر، يعني ما تنجمش تتصورها لطف عليك، مي خايبه خايبه زاده الله يرحمه. عملت في حياتي برشا حاجات الحمد لله يا ربي، مي كان يرجع بيا الوقت نتخيل اللي بابا حي سيتو اكثر من هكا. ما اثرت فيك موت بوك؟ سي نورمال. وقتاش مات؟ مات لو 27 ديسمبر 2021. اه هني معناتها هني مات الله يرحمه. عايشك. كيفاش تعلمت تعيش مع معناتها فريق بوك؟ لا ما تعلمتش غيمون، قاعده نكذب على روحي معناها، مي تستمر الحياه بشكل اخر بطعم اخر. سي ديوغ الحمد لله. هل تحس روحك قادره انك تتجاوزها الوجعة هذه؟ لا لا ما نتجاوزهاش، لا خاطر بابا ساكن في 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 دمي في شرياني. ما كانش بابا بون، بيت الناس الكل غاليه، مي ما كانش بابا عادي بالنسبه لي انا. كيفاش كانت علاقتك ببوك؟ علاقتي ببابا خويا وصاحبي وبابا وصديقي وكل شيء، مستودع اسراري وصندوقي الاسود بابا. كان دلالي وحبي وكل شيء في الدنيا، ما هيش حاجة. الحياة هذيك هي. الله يرحمه. يعيشك. أمك وين؟ أمي بوغ لانستون في قبلي. مي انا نخدم لنا. امك شنو احوالها؟ صافا الحمد لله، نوجه لها تحيه ونقول لها يعيشوش ربي يخليك لينا وربي يفضلك، و اون بليس حتى خويا الحمد لله يا ربي معناها وراجلي زاد ربي يفضلهم لك. شنو تحب تقول للعبيد اللي ماهمش محافظين على علاقتهم مع بينهم؟ نقول لهم استغلوا كل فرصة كل لحظة مع أبوك ولا مع أمك، راهو فراكسيون سكوند ما تلقوهم مش وقتها، لا ينفع الندم، ما ينفعش الندم وقتها، مي استغلوا فرصة وجودكم معاهم وحاولوا ترضوهم باللي تقدروا أكثر من اللي تقدروا زادة. الحياة راهي بعد الأم والبو خايبة على الأخر، يعني ما تنجمش تتصورها لطف عليك، مي خايبة خايبة زادة الله يرحمه. والحمد لله راضي علينا الحمد لله. الحمد لله. ميرسي. هل أنت راضية توا على الحاضر معناتها الواقع نتاعك توا؟ واقعي أنا كشخص ولا واقع لي؟ كشخص. لا كشخص. واقعي أنا الحمد لله، أنا عندي عائلتي أتشي بها على الأخر، اخواتي خويا سيرتو راجلي الحمد لله يا ربي، ما عنديش معناها ما عنديش ما يقلق، فهمت؟ مي بلاصه بابا اكسيبسيونيل معناها ما تتعوضش.